نقيب المحامين يهنئ الرئيس السيسي وجموع المحامين بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 من يناير. نقابتا مصر والعراق توقعان بروتوكول تعاون مشترك للعمل النقابي العربي. هيئة المكتب بنقابة المحامين تعقد اجتماعها الأول بعد إعادة تشكيلها. نقيب المحامين يصدر قراراً لضبط العملية الانتخابية وسلامة إجراءاتها. نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد الاثنين المقبل. نقيب المحامين يشهد افتتاح الدورة الثالثة من معهد محاماة شمال القليوبية ويؤكد: وضعت سنة جديدة لأول مرة في تاريخ نقابة المحامين. النقيب العام يشهد الإطلاق التجريبي لبوابة نقابة المحامين القانونية والقضائية. نقيب المحامين يوقع على تجديد بروتوكول القيمة المضافة بين النقابة ووزارتي المالية والعدل. فتح باب التسجيل في الدورة السابعة لمعهد محاماة القاهرة الكبرى. لجنة الشباب تنظم دورة مكثفة في الارتقاء باللغة العربية في 31 من يناير.